المهندس أشرف هاشم مدير الإنتاج الحيواني بمحطة تجارب التابعة لكلية الزراعة جامعة القاهرة، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. إحنا النهاردة شايفين نماذج كويسة ومحترمة للإنتاج الحيواني داخل المحطة، اشرح لنا بقى فيها كام، عددها كام، السلالات قد إيه؟ إحنا عندنا هنا جوه القطاع الأبقار في 4 سلالات. السلالة الأولانية اللي هي الهولشتاين، ودي متخصصة في إنتاج اللبن. بعد كده في 3 سلالات اللي هم يعتبروا متخصصين لإنتاج اللحم، اللي هي الهيرفورد والأبردين والبراون. عندنا سلالة تانية اللي هي الجاموس المصري، وده الجاموس برضو سلالة محسنة تم عليها تحسين وراثي من بقالها سنين. ايه اللي بيبقى، استاذنك، ايه اللي بيميز برضو السلالات الأبقار عن 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 بعضها؟ هل إنتاج ألبان ولا ولادات حديثة؟ لا، السلالات البقر في سلالات منه إنتاج لبن وفي سلالات إنتاج لحم. تمام. الهولشتاين والفريزيان يعتبروا هم الأساس المتخصصين في إنتاج اللبن. إحنا كل السلالات ديت هي تعتبر أساسها بره مصر، وإحنا مستأنسينها هنا في مصر وبناخد منها إنتاج اللبن بتاعها. البقرة بتجيب كام؟ البقرة متوسط إنتاج البقرة بيخش في 25 كيلو جرام لبن، ده المتوسط. بتبدأ تولد وتبدأ نتعامل معاها في المحلب، عندنا محلب آلي 12 نقطة، نبدأ نتعامل معاها في المحلب لغاية ما تخلص الموسم بتاعها في حوالي 305 يوم، تدي حوالي 3 طن 3-4 طن في الحدود دي لبن. تمام. أنا شايف هنا أنتم مهتمين بسلالة الجاموس البلدي. إحنا هنا فعلا اهتمينا بسلالة الجاموس البلدي، وكان من ضمن المشاريع اللي أتمت مشروع قطيع النواة، وهو لتحسين سلالة الجاموس البلدي في مصر. وتم الشغل على الجاموس البلدي دوت بقالنا من سنة 2003 تقريبا اشتغلنا عليه، وجبنا قطيع من السوق وبدأنا نحسنه، ونتج القطيع اللي موجود عند حضرتك دلوقتي اللي هو موجود في المحطة التجارب والبحوث الزراعية كلية الزراعة جامعة القاهرة. التعامل ازاي بيبقى مع الولادات الحديثة سواء بالنسبة للأبقار أو الجاموس هنا؟ الحيوان طبيعي قبل ما وهو ماشي في الإنتاج بيتم عملية التلقيح بنجس الحيوان، طالما طلع عشار بيبدا يتاخد وتعامل معاه معامله تانية لغايه اما قبل ما يولد ب 60 يوم يبدا يتجفف ويبدا يخش على مرحله التجهيز للولاده. بيتجهز من ناحيه العلف والمكان اللي بيولد فيه بحيث انه يكون مكان نظيف، ياخد علفه معينه بحيث ان هي تكون ترفع تساعد على نمو الجنين في بطنه. بعد في خلال عمليه الولاده بيبدا يولد الحيوان، هو بيولد طبيعي خالص وبيولد لوحده. بناخد المولود نقعده بيرضع، بنفصله عن امه مرضع صناعي لان دي الطريقه الافضل اللي احنا لقيناها عشان نحافظ على انتاج اللبن ونقدر نسجل اللبن وفي نفس الوقت نعرف انتاجيه الام قد ايه. احنا النهارده منتجات الالبان اللي هنا بنعرضها في منافذ عندنا معمل تكنولوجيا انتاج الالبان، بياخد اللبن من المزرعه ويبدا يصنعه، صنع جبن وزبده وزبادي وكل المنتجات، وموجود في الكليه ان شاء الله. البرنامج الغذائي النهارده للجاموس البلدي بيختلف على سلالة الأبقار اللي هو الهولشتاين مثلا؟ أكيد التغذية في الأبقار بتختلف عن التغذية في الجاموس، لكن إحنا بالنسبة لنا هي بتختلف في الكميات، لكن إحنا النوعية بنزرع عندنا العلف الأخضر وبنشتري العلف المركز من بره، فبنديله 3 حاجات عندنا هنا اللي هو القش والعلف المركز والعلف الأخضر. الأعمار هنا قد إيه بقى بالنسبة للأبقار؟ إحنا عندنا المزرعة عشان هي مزرعة تربية وإنتاج سلالات هي وبحثيه في المقام الاول، احنا بنبدا عندنا كل الاعمار من اول المولود الرضيع لغايه الام اللي هي بتولد عندها موسم واثنين وثلاثه. خلال جولتنا مع حضرتك انت قلت لي هنا في سلاله جاموس مش موجوده في اي مكان ثاني، او سلاله للابقار. هي سلاله الجاموس اللي تم التحسين عليها هي فعلا تعتبر دي اساس الجاموس في مصر، تم التحسين عليها. من الجاموس ما لقاش تحسين كتير قوي في مصر، لكن احنا هنا اشتغلنا على السلاله دي وحسنا الانتاج بتاعها، وقدرنا نغير الارقام اللي موجوده في الكتب ونرفع متوسط الجاموسه من طن 700 لغايه ما وصلنا مثلا 2 طن ونص و3 طن. بالنسبه لعجول التسمين هنا؟ عجوله عندنا وحده تسمين دي موجوده جوه المزرعه برضو، اي انتاج من العجول اللي طالعه سواء بقري او جاموسي نبدا ندخله التسمين ونبدا نسمنه ونطلعه اذا كان على اضاحي او اللي بيوصل لعمر التسمين او وزن التسمين النهائي بتاعه من 400 ل 500 كيلو بنبدا نسوقه. اخيرا التعامل ازاي مع الولادات الحديثه سواء للجاموس او سلالات الابقار؟ اول ما العجل بيتولد بيرضع لبن السرسوب ويبدا يتاخد يتعزل عن امه ويبدا يتعزل في مكان نظيف وبيرضع لبن صناعي، بتخش الام تحلف في المحلب ويروح له اللبن في جردل طازه ودافي متظبط درجه حراره.